السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في دروسنا الماضية من دروس سلسلة تعلم وأنت في بيتك، انتقلنا من الكافي، من المقهى إلى الريستورانت، ومن ثم اليوم سوف ننتقل إلى فكرة جديدة، فكرة الكل يحتاجها، إن سافر في أي مكان يحتاجها. هي فكرة جديدة سوف نلاحظها أو نكتبها على اللوحة الذي خلفي الآن، اللوحة أبيض، سوف نقوم بالكتابة مع بعض في هذا درس اليوم. اليوم درسنا عن the station. At the station. At the station هي في المحطة. أي محطة؟ يوجد لدينا عدة محطات. اليوم سوف ننتقل إلى فكرة جديدة في المحطة. دعونا الآن ننتقل إلى فكرة buying. درس اليوم buying train tickets. buying train tickets هي، إذن درس اليوم هو buying train tickets. سوف نقوم بكيفية شراء بطاقات تذاكر في محطة القطار. شراء بطاقات قطار، يعني كيف لك أنت مسافر في المترو أو في ما شابه ذلك، تريد أن تحجز إلى بطاقة تريد أن تسافر بها من مكان إلى مكان. أوكي، الآن سوف ننطلق إلى بعض الكلمات المفيدة، ومن ثم نقوم بالمحادثة فيما بين بعض أو بيننا وبين الذي يبيع البطاقة. تيكتس هي البطاقة، إذن يجب الانتباه، التركيز تيكتس. إذن buying train tickets، buying شراء، train قطار، tickets شراء بطاقات أو شراء تذاكر قطار. هيا الآن سوف نأخذ بعض الكلمات المفيدة لكي قبل أن نبدأ في الدرس. هي مثلا نبدأ بكلمة customer. ماذا يعني customer؟ customer تعني الزبون الذي يقوم بالشراء، الذي يقوم بالشراء. customer. a single. what does mean a single؟ في بطاقات، احنا درسنا عن شراء بطاقات القطار، تذاكر القطار. سنجل، السنجل نعرفه احنا مفرد او تجي بمعنى اعزب، لكن هنا بمعنى بطاقة ذهاب. يعني عندما تطلب السنجل يعني بطاقة ذهاب بدون اياب، يعني بدون رجعة. returns، what does mean returns؟ كلمة الثانية returns بمعنى ذهاب وإياب. إذن ركز معي، سنجل مفرد أو بمعنى ذهاب. خلينا نتكلم في درس ضمن درس سنجل ذهاب، ريتيرن ذهاب وإياب، ذهاب وإياب. ننتقل إلى التيكت. التيكت ماشين. التيكت ماشين هي، تيكت ماشين هي بمعنى بطاقة من الآلة، بطاقة آلة. تيكت ماشين تسحب يعني تضع النقود ومن الآلة تسحب البطاقة الحجز. يوجد لدينا تيكت أوفيس. تيكت أوفيس، what does mean ticket office؟ ticket office هي بطاقة مكتب، الذي سوف اليوم نتكلم عنها. التيكت أوفيس يعني سوف تكون بينك وبين بائع البطاقات محادثة سوف نراها بعد قليل. إذا ticket office، ticket office، ticket machine بطاقة الآلة تسحبها من الآلة. ticket office تذهب إلى التيكت سيلر بائع البطاقات، ومن ثم تطلب منه أن تأخذ البطاقة. a platform، what does mean platform؟ platform هو الرصيف، platform هو الرصيف. إذا أعيد درسنا. at the station كما تعرفون T I O N U L O V E N،
at the station. At the station. في محطة القطار. في محطة القطار سلطت ضوء على فكرة هي buying train tickets. شراء تذاكر القطار. شراء تذاكر القطار. وضعت كلمات مثلاً customer or a customer. الزبون الذي يقوم بالشراء. A single بمعنى ذهاب. بطاقة ذهاب. Returns ذهاب وإياب. ذهاب وإياب يعني ذهاب وإياب. A ticket machine بطاقة آلة. A ticket office بطاقة مكتب. و A platform هو الرصيف. كما نعرف أي رصيف أنت عندما تسافر من أي مكان يوجد مكان لكل قطار مكان أو platform معين رصيف معين. سوف نقوم بالمحادثة بين الكاستمر هنا الكاستمر وماذا والتيكت سيلر بايع البطاقة تيكت سيلر بايع البطاقة سوف نقوم بمحادثة بين الكاستمر والتيكت سيلر كيف الكاستمر أول عندما يذهب؟ أنا سوف أبدأ بمحادثة في مثلاً تو أول ما تذهب تو returns to Turkey please ماذا يعني to returns to Turkey please Two returns to Turkey, please. يعني بطاقتي ذهاب وإياب إلى تركيا. لأننا نعيش في تركيا وضعت تركيا أنت الدولة التي تريد أن تسافر إليها بدلا من تركيا تضع المدينة التي أنت تريد أن تسافر إليها. Two returns or one single, okay. حسب الذي تريد. Two returns بطاقتي ذهاب وإياب إلى تركيا لو سمحت. المحادثة بين الزبون والتيكت سيلر. بدوره التيكت سيلر يجيب هنا When do you want to come back? When do you want to come back? When do you want to come back? Come back كما تعرفون بمعنى العودة أو الرجعة العودة. لماذا سأله when do you want to come back؟ لأنه حجز بطاقة الذهاب وإياب لكي يعرف يكتبها على البطاقة. Two returns to Turkey please. بطاقتي ذهاب وإياب إلى تركيا لو سمحت بدوره. When do you want to come back؟ When do you want to come back؟ متى تريد الcome back بمعنى العودة أو الرجعة؟ سوف لكي يدونها في بطاقة التذكرة القطار بعدها مثلا أنا أجيب أو أنت تجيب حسب الموعد tomorrow evening tomorrow evening ماذا تعني tomorrow evening؟ يعني مساء غدا tomorrow evening مساء غدا عندما سألك when do you want to come back أنت أجبت tomorrow evening مساء غدا مساء غدا مساء غدا بعد ذلك okay عرف بأنك تريد بطاقتي ذهاب وإياب وعرف متى العودة okay سوف يقول لك المبلغ أو قيمة التذكرة مثلا okay that's يعني that is that's يعني that is for example هذه الإشارة كما تعرفون هي الباوند 20 pound please يعني 20 pound لو سمحت بعدها التيكت سيلر here you are your tickets خذ بطاقاتك يجب التركيز هنا أعزائي المشاهدين here you are بمعنى خذ
إذا ترجمتها حرفية صعبة. Here you are بمعنى خذ your tickets. To return to Turkey please. When do you want to come back? Tomorrow evening مساء غد. Okay, that's 20 pound please. هذه سعرها. Here you are your tickets. نكمل هنا في الطرف الثاني بين الكاستمر. نكمل المحادثة. Ticket seller باع التذاكر. بعدها يسأله What time is هنا؟ What أنت تسأله What بعد أن تأخذ البطاقات. What time is the next train. ما هو موعد القطار التالي؟ يعني أنت حجزت ودفعت. بعد ذلك تسأله What time is the next train؟ ما هو موعد القطار التالي أو القادم؟ بدوره يجيبك التيكت سيلر. محادثة بينك وبين التيكت سيلر. There's بمعنى يوجد. There's one يوجد واحد. قطار يعني هنا one عائدة للقطار. There's one at for example 7 PM 7 مساء for example مثال. إذن هنا what time is the next train؟ يجيبه there's one at 7 PM 7 PM يعني الساعة 7 مساء. هنا بعد أن سألت what time is the next train there's one at 7 PM عرفت بطاقتك ذهب وإياب. عرفت موعد القطار الذي سوف أنت تذهب فيه. تذهب ذهاب وإياب. الآن يسألك أي which platform كما نعرفها كلمة سؤال اختيار. which platform كما ذكرنا هنا البلاتفورم هو الرصيف. which platform أي رصيف مثلا platform 1 يجيبك platform مثلا 1 الرصيف الأول. إذن هنا بعد أن سألت عن موعد القطار أي ساعة أي رصيف which platform للاختيار. يعني في عندنا عدة أرصفة. which platform أي رصيف platform 1. آخر سؤال يقوم به الذي what time or when does the train arrive in Turkey? What time does the train arrive in Turkey? What time does the train arrive in Turkey? في أي وقت يصل تركيا؟ عرفت كم سعرها؟ عرفت في أي موعد الرحلة؟ أي رصيف؟ بدك تعرف أمتى إذا كان لديك موعد أو عمل أي وقت يصل إلى تركيا. What time does the train arrive in Turkey? What time does the train arrive in Turkey? What time does the train arrive in Turkey? For example at هنا مثلا 7 لنفترض at 10 p.m. في الساعة 10. For example حسب هنا What time does the train arrive in Turkey at for example 10 p.m. 10 مساء. أخيرا okay thanks a lot bye. هنا انتهى الحوار بينك وبين التيكت سيلر.
إذن هنا هذه المحادثة المطلوبة والكافية بشكل كامل بإذن الله تعالى بينك وبين التيكت سيلر. في الدول الأوروبية وما شابه ذلك يوجد الكثير من محطات القطار، يوجد عندما نسافر نوجد صعوبة في التواصل مع الشخص أو التيكت سيلر، أو مثلا نفترض أنت ذهبت إلى مع التيكت سيلر وقمت بمحادثة بينك وبينه، هنا المطلوب. هنا at the station، at the station هنا كما تعرفون the station المحطة، buying train tickets بطاقة شراء بطاقات قطار. هنا customer كما ذكرنا بمعنى زبون، single بمعنى ذهاب، هنا return ذهاب وإياب، ذهاب وإياب. a ticket machine آلة بطاقة آلة، A ticket office بطاقة مكتب، platform رصيف. قمت بالمحادثة بين الكاستمر والتيكت سيلر، بين الزبون والتيكت سيلر. أول شيء two returns to Turkey please، two returns to Turkey please بطاقتين ذهاب وإياب إلى تركيا لو سمحت التيكت سيلر. When do you want to come back؟ When do you want to come back؟ When هنا ربما غير واضحة، when متى، when do you want to come back؟ When do you want to come back؟ متى تريد العودة أو الرجعة؟ Tomorrow evening، مساء غد. Tomorrow evening، مساء غد. Okay، that's 20 pounds please، هذه أسعارها 20 pounds لو سمحت. Here you are your tickets، خذ بطاقاتك. Customer، what time is the next train؟ ما هو موعد القطار التالي؟ What time is the next train؟ There's one at 7 p.m. يوجد واحد عند الساعة 7. Which platform؟ أي رصيف؟ Platform هو الرصيف. Which platform؟ أي رصيف؟ Platform 1، الرصيف الأول. What time does the train arrive in Turkey؟ متى يصل إلى تركيا القطار؟ أو متى وصوله إلى تركيا القطار؟ At 10 p.m. Okay, thanks a lot. هنا Okay, thanks a lot. Bye. كما تلاحظون هنا Bye بمعنى اوكي، باي بمعنى وداعا، اوكي باي بمعنى وداعا. هنا نقوم اذن سوف اقوم بتكرار الكلمات والمحادثه بشكل سريع لكي انت عليك ان تكرر وتضع اذنك للسماع. هنا at the station، at the station buying train tickets، buying train tickets، buying train tickets شراء بطاقات القطار. customer a single، a single returns، returns a ticket machine، a ticket machine، a ticket machine، a ticket office، a ticket office platform، platform زبون ذهاب، ذهاب وإياب، ticket machine بطاقة آلة، ticket office بطاقة مكتب، و platform الرصيف. customer ticket seller، customer الزبون، ticket seller بائع البطاقات أو التذاكر. هنا two returns to Turkey please، بطاقتين ذهاب وإياب إلى تركيا لو سمحت، أو مثلاً one single يعني بطاقة ذهاب بدون رجعة. two returns to Turkey please، when do you want to come back؟ when do you want to come back؟ متى تريد العودة؟ tomorrow evening، مساء غد. tomorrow evening، مساء غد. okay that's 20 pounds please، okay that's 20 pounds please، here you أو here you are your tickets، خذ بطاقاتك. بعدها customer و ticket seller نكمل. what time is the next train؟ ما هو موعد القطار التالي؟ what time is the next train؟ there's one at 7 p.m. يوجد واحد عند الساعة 7 مساء. which platform؟ which platform؟ أي رصيف؟ platform 1، الرصيف الأول، 2، 3 إلى آخره. What time does the train arrive in Turkey؟ انتبه على السؤال. What time، ما هو الوقت؟ Does the train arrive in Turkey؟ يصل القطار، يصل إلى تركيا. For example at 10 p.m. at 10 p.m. عند الساعة 10. Okay thanks a lot bye. Thanks a lot bye. هذا كل ما تحتاجه at the station فيما يخص فكرة buying train tickets، بطاقة شراء تذاكر قطار من أي محطة. فهي وضعت لك هذه المحادثة
بينك أو بيننا وبين البائع التذاكر الكوستومر صلة. هذا درسنا اليوم، نرجو التعليق والإعجاب ووضع مشاركة لصفحتي على اليوتيوب، وقمت بوضع صفحة خاصة لقناتي على الفيس، إنشاء صفحة خاصة كل ما يخص اللغة الإنجليزية، التأسيس أو المستوى الأول أو المستوى الثاني أو المتقدم، أو فيما يخص منهاج الـ SAT أو الدبلومة الأمريكية. هذا درس اليوم، كان معكم المدرس صالح الحاج عيسى من مدينة مرسين في تركيا. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. إذا عجبك الفيديو أخبر الأصدقاء لكي يقوموا بالمشاركة على صفحتي على اليوتيوب. ولكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.